استقلال مالي للدافع. لهنا خلاف، خلاف حقيقي، ونشوفوا تجارب الدول الديمقراطيه العريقه، ونتفقوا مع بعضنا. هذا نكونوا واضحين، احنا لا نجموا نجاوبوا حكم هيك مستقله وقتيه ولا موقفه، مش قضيه. هذا قد نصمت وقتيه ووقت حكايه فرق. ومستقله ممثله، حكايه فرق. حطوا مستقل، انا اسكت، حطوا مستقل، نحن معانا نحطوا هيا مستقل. والاستقلال اللي داير المالي هنا خلاف حقيقي، هذا خلاف مين؟ وهذا ما عندوش علاقه باستقلال القضاء. لا مش استقلال القضاء، استقلال القضاء كلنا مع استقلال القضاء. اريد ان اذكر ورفع الالتباس، الهيئه هذه الوقتيه هي راهي في الواقع وفي الحقيقه هي مجلس اعلى للقضاء. لان مجلس اعلى للقضاء كلمة الوقتية وكلمة المؤقتة هي مسألة زمنية اللي ما تنحيش المعنى العميق بتاع الفكرة، لأنها هيئة اللي هي مجلس أعلى للقضاء. هذه قبل كل شيء، أول حاجة. ودليل على ذلك هو أن من نص العبارة هي تحل محل من؟ المجلس الأعلى للقضاء. دونك نحيوا الفكرة بتاع هيئة وكأنها هيئة رمزية ومؤقتة وما نعرفش. رأي محمد الإداري الذي ذهب في الاعتراف لا بالاستقلالية المالية والإدارية على هذا الأساس، يعني قراءة كاملة في خصوص الموضوع، ثم تجي حكاية الاستقلالية المالية والإدارية مع الحساب فما برشا ماهوش فاهمين شو معناها الاستقلالية. ليش أنتم تتصوروا وقت اللي مش نعترف لها بالاستقلالية المالية والإدارية مش نحط لها كوفر فور، لا أنا معبي بالفلوس وهو يصرف كما يحب. راهي هذه معروفة ومعمولة بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الإدارية العموميه ذات الصبغه الاداريه، هي مجرد يولي هو كما رئيس محكمه التعقيب اللي هو باش يولي غادي يقعد كل مره يرجع للوزير ينجم يصح في بعض الحدث تحت رقابه مراقب المصاريف، تحت رقابه الرقابه المعروفه بالمؤسسات العموميه مع الانستيتيو سوبيريور دي ماجستراتور المعهد الاعلى للقضاء، عنده الشخصيه المعنويه وعنده الاستقلاليه الماليه وعنده الاستقلاليه الاداريه. يا اخي توا قولوا لي يا اخي هذه اللي هي مجلس اعلى للقضاء باش يولي حظها اقل من المعهد الاعلى للقضاء،